السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم درس مهم جدا في الرياضيات، ولقيت الدرس ده فيه مشكلة كتير عليه، كذا حد بيسأل عنه، والصراحة وأنا بذاكره لابني فحبيت أشارككم معايا. ناس كتير لقيتها بتسأل على الفيس، احنا بنتلخبط في كذا طريقة، قولوا لنا طريقة سهلة نعمل ايه، نحل ازاي. لقيت أقاويل كتير عليه الصراحة، فأنا حبيت أجيب لكم الدرس ده بأبسط طريقة، ابسط طريقه او اسهل طريقه ممكن تحلوه بيها. انا شرحته لزياد وهشرحه له تاني معاكم على الهوا دلوقتي واحنا مع بعض، ولو حد مش فاهم حاجه او حد عنده مشكله او حد عنده اي نص او اي تعليق اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. الدرس النهارده اسمه استخدام نموذج مساحه المستطيل في عمليه الضرب وخاصيه التوزيع في الضرب. طبعا ده الدرس ده احنا زمان ما كناش بناخده بمساحه المستطيل او خاصيه التوزيع، لما كان بيبقى عندي اي رقمين بنضربهم في بعض كنا بنوقف الارقام على بعض، لاي رقمين او اي ثلاث ارقام نوقفهم تحت بعض ونضربهم عادي. احنا عندنا كذا طريقه، اول طريقه عندي اسمها نموذج مساحه المستطيل، ركزوا معايا انا هقولها لكم بابسط طريقه ممكن تحلوها بيها. انا عندي مساله مثلا زي 75 في 18، او نزود رقم كمان هقول لكم الصعب، نبدا بالصعب عشان بعد كده لما نيجي نحل السهل يبقى ايه سهله بالنسبه لنا. زمان لما كنا بنحل المسائل دي كنا بنوقف المسالتين تحت بعض. احنا برضو هناخد الطريقه دي اسمها الخوارزميه المعياريه، بس انا الاول حبيت ابدا معاكم خطوه خطوه. اول حاجه عندي اسمها نموذج مساحه المستطيل. يعني ايه نموذج مساحه المستطيل؟ يعني عايزني احلها بالمستطيل. انا هعمل مستطيل كده واقسم المستطيل نصين من نص، وانا عندي هنا ثلاث ارقام وهقسمه هنا ثلاث ارقام. قبل ما ابدا اقسم الارقام اوزعها افك الاعداد بتاعتي دي، افك الاعداد اللي انا عندي دي او احللها. بمعنى انا عندي دي خمسة، فانا هكتب هنا خمسة وهنا 70، دي 3 الرقم ده 3، وهنا 80 هكتب القيمة العددية بتاعت كل رقم، وهنا 100. فانا فكيت المسألة. انا ممكن ما اكتبش ده بس انا بفهمكم الارقام بتيجي ازاي. يعني الارقام دي بعد كده الطفل طول ما هو بيحل خلاص مخه اتبرمج دي 75، فبيجي يكتب هنا الخمسة ويكتب هنا 70، ومش هتفرق لو كتبنا 70 هنا او الخمسة هنا، كده كده خلاص عملية الضرب عملية ابدالية. فاحنا كتبنا هنا 75، او لو هنكتب 70 هنا والخمسة هنا مش هتفرق. هنيجي بقى نكتب الارقام دول برضو هنا في كل رقم هنكتبه فوق كل خانة، هنكتب هنا 3 وهنكتب هنا 100، هنكتب هنا 80 اسفة مش هتفرق، وهنا 80. لو كتبنا هنا 3 او هنا 3 او هنا 80 او مش هتفرق، كده كده الضرب عملية ابدالية. فانا قسمت 75 والمية 83 ووزعتها فوق. اجي بقى اضرب كل رقم، كل مربع اشوف ايه الرقم اللي فوق والرقم اللي جنبه، اضربهم واحطهم جوه المربع بتاعهم. يعني انا عندي فوق هنا ابص فوق وشمال، انا عندي هنا 3 وهنا 5، اضرب 3 في 5 15، اضرب فوق وشمال 100 في 50، 100 في 5 500، 80 في 5 طبعا لما بلاقي صفار بنزل الصفار، 5 في 8 ب 40. ابص تحت عندي هنا 3 وهنا 70، طبعا في ناس هتقولي ما اعرفش جدول 70، فانا عندي اي صفر بنزله. واضرب بقيه المساله 3 في 7 21، عندي صفرين انزلهم وصفر هنا انزله، 1 في 7 ب 7. انا طبعا بكتب بايدي معوجه عشان الكاميرا بس تبان. عندي هنا 80 في 70 انزل الصفرين، 7 في 8 56. فاهم يا زياد لحد كده؟ تمام. اجمع بقى الارقام، شايفين الاعداد اللي عندي جوه دي، اعملها كده بالطول عشان اجمعهم. اخد الارقام الكبيره الاول، اشوف اول عدد عندي هنا ايه، 7000، او كاتبه 7000 فوق هنا. تاني حاجة 5600، اكتب الارقام تحت بعض، صفر صفر ستة خمسة عشان لما اجي اجمع تبقى سهلة. وبعد كده عندي 500 عاملة صفر صفر خمسة، بعد كده 400 صفر صفر اربعة، وبعد كده 200 صفر 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 واحد اسفة اتنين، وبعد كده 15 خمسة واحد، حاجة نسيناها، ستة ارقام. اجمع بقى صفر صفر خمسة، انزل الخمسة، صفر 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 هنا عندي واحد واحد اتنين، بعد كده عندي صفر وستة ستة، ستة وخمسة حداشر، حداشر واربعة خمستاشر، خمستاشر واتنين سبعتاشر،
يبقى 7 ومعانا الواحد. انا عندي هنا 0 0 و1 يعني 1. احنا جمعنا 0 7 احنا 7 1 وصح كده 3 ارقام. اه الواحد انا هحطه على 7 يبقى 8 8 و5 13. هتطلع المسألة 13725. هحسبها تاني من غير كده. 7000 5000 12600 12600 13000 13500 13700 يبقى صح. يبقى كده المسألة طلعت 13725. طبعا لو في حد لو في طفل شاطر في الجمع ممكن بقى هو يجمع الارقام الكبيره من غير ما يعمل العمليه دي كلها. يعني ممكن يقول ايه 5600 زائد 7000 يبقى 12600 12600 ومعانا 400 هنجمع كده 16000 قلنا 12600 400 13000 13500 13500 و200 13710 13725. فدي اسهل طريقه ممكن نحل بيها نموذج مساحه المستطيل. في طرق كتير جدا بتلخبط. اي مساله فيها نموذج مساحه المستطيل بنحلها بالطريقه دي. ولو عندي رقمين عندي مثلا 23 في مثلا 15 رقمين اعمل الجدول اقسمه نصين عشان ده رقمين وده رقمين. 32 اكتب 32 مش هتفرق هنا او هنا. 15 يعني 5 و10 5 وعشرة. ابتدي اضرب 30 في 5 انزل الصفر ده في 5 في 15 2 في 5 ب 10. بعد كده اضرب هنا 30 في 10 انزل الصفرين 1 في 3 ب 3 300 2 في 10 ب 20. ابتدي اجمع الارقام 300 و 150 450 450 و 30 يبقى 480. بس خلصت. هي دي نموذج مساحه المستطيل. فهمت يا زياد؟ عايزاك تحلي لي مسألة دلوقتي كده اونلاين عشان اشوف فاهم ولا لا. هنشوف زياد وهو بيحل مسألة. انا هكتب له مسألة من كتاب الاضواء اهو. هنطلع مسألة كده هو كان بيحل معايا اهو كتاب الاضواء اهو. انا كنت فاهم واحدة. عايزاك تحلي لي المسألة دي. ماشي. هو هيحل معانا دلوقتي المسألة دي. ولو حد عنده طفل دلوقتي معايا بيشاهد الفيديو يكتب المسألة ينقلها ويحلها ويشوف الناتج طلع صح ولا لا زي زياد. وانا هشوف برضه هو بيحل صح ولا غلط. انا هوقف الفيديو ثانية لحد ما هو يحلها. هو زياد قال لي انا عايز احل وانت بتصوريني صوريني وانا بحل. فهنشوف فاهم ولا مش فاهم. ستة ستة حيات خمسمية. طب انت تمام. طب انت كتبت 500 ليه؟ ما عشان الصفر ما بيتكتبش. تمام. والخمسه في انهي خانه؟ الخمسه في خانه ايه؟ المئات. المئات. الخمسه في المئات بكام؟ 500. فهو قسم دي 6 احاد والصفر مش بنكتبه كده كده. الصفر في اي حاجه في صفر ملوش قيمه. والخمسه في خانه المئات ب 500. تمام. وتاني نكتب الاثنين هنا والاربعين هنا. تمام. اضرب بقى هنا 2 في 500 نزل الصفرين 2 في 5 ب 10 تمام ادانا 1000. وهنا 2 في 6 ب 12 تمام. وهنزل الثلاث اصفار 4 في 5 ب 20 ادانا 20000. وهنا 6 6 في 40 نزل الصفر 4 في 6 ب 24 تمام. ماشي نجمعهم بقى. اول حاجه نكتب. ممكن تجمعهم من غير ما تكتب. ماشي جمع الارقام الكبيره. دي كام الكبير كام؟ 20000 وفوقيها كام؟ استنى 20000 وفوقيها 1000 يبقى 20 20000 20000 و1000 يبقى كام؟ يبقى 21000. ايوه 21000 يبقى كانت 21000. كم؟ 21000 و240 ونزود على 12 يبقى 21000 و252. صح. عشان هو جمع هو جمعها كده من غير ما يكتبها. يعني هو كتب 20 و1 21000 وجمع ال 240 وال 12 200 يبقى كان 250 252 يبقى 20000
221,252. برافو عليك. دي اسهل طريقه ممكن نحلها بيها. هو بقى هيحل باقي التدريبات ونصوره بعد كده نشوف صح ولا غلط، وندخل مع بعض على خاصيه التوزيع خطوه بسرعه كده. نشوف خاصيه التوزيع بتتحل ازاي عشان انا لسه ما شرحتهالوش برده، فهشرحها معاكم وهو هيحل برده تدريب عشان نشوف فهم ولا لا. انا هستخدم دلوقتي خاصيه ركز يا زياد توزيع في الضرب. هو عايز نجيب الناتج ده بس باستخدام خاصيه التوزيع. هنجيب ازاي خاصيه التوزيع؟ بثبت رقم وافك الرقم التاني، بثبت رقم وافك الرقم التاني. زي معنى ايه؟ انا عندي السبعه، هكتب السبعه زي ما هي، بعد كده هقول في وافتح قوسين. التمانيه دي عباره عن ايه وايه؟ كام زائد كام؟ اربعه زائد اربعه، او اتنين زائد اتنين، او اتنين زائد اتنين. لا، التمانيه دي كام زائد كام؟ اربعه واربعه، وكام 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 يديك تمانيه؟ اتنين في اربعه. مش جدول ده، انا بقول كام زائد كام؟ أربعة زائد أربعة. وإيه تاني؟ أديك تمانية غير أربعة زائد أربعة. وستة زائد اتنين. أيوة، خلينا ستة واتنين عشان ما نجيبش الرقمين زي بعض. أنا كتبت السبعة زي ما هي، فكيت التمانية، ستة زائد اتنين. اللي قاله زياد ده أطفال كتير بيتلخبطوا فيه، كويس إن هو اتلخبط في كده عشان نبقى عارفين هو اتلخبط في إيه. لما باجي أقول تمانية في أطفال بيكتبوا لي إيه؟ في ناس بيكتبوا لي اتنين في أربعة. لا، أنا عايزة كام زائد كام؟ مش عايزة فيه، أنا عايزة أفك دي كام زائد كام؟ عشان كده أنا ما رضيتش أكتب أربعة وأربعة. انا عايزه رقمين، او ممكن واحد وسبعة، او ممكن خمسة وتلاتة. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اضرب مرة السبعة في الستة، واضرب مرة السبعة في الاتنين. هقول سبعة في ستة زائد سبعة في اتنين. ستة في سبعة او سبعة في ستة بكام؟ ستة في سبعة بكام؟ 42 زائد اتنين في سبعة باربعتاشر. تعالوا نجمعهم مع بعض. اتنين واربعة، اتنين واربعة ستة، ستة واحد واربعة خمسة. هي سبعة في تمانية بكام اصلا؟ ستة وخمسين. ستة وخمسين، ايه، عشان اتأكد ان الناتج بتاعي صح. طب تعالوا نجيب رقم كبير شوية. عندي في كتاب، في مسألة، في مسألة مكتوبة في الكتاب هنا، دي مسألة كبيرة شوية. تمنتاشر في اتناشر، بنستخدم خاصية التوزيع. أعمل إيه؟ أثبت ال 12. أنا ما عنديش جدول 18 هيبقى صعب عليا. أثبت ال 12 وأقول فيه ال 18 دي ممكن يبقى كام زائد كام؟ 18 ممكن يبقى 9 زائد 9. أو دايماً دايماً لما نيجي نجيب رقم أكبر من 10 نجيب، يعني نحاول نجيب 10 زائد. أي رقم فوق ال 10 نحاول نجيب 10 زائد. 10 زائد 8. أيوه كده. ليه بقى؟ عشان تبقى سهلة. فهنضرب مرة، نضرب العشرة في الاتناشر، ومرة نضرب التمانية في الاتناشر. مش لازم بقى نعمل الخطوة اللي فوق دي، احنا خلاص عرفنا. عشرة في اتناشر بكام؟ عشرة في اتناشر بمية وعشرين. زائد تمانية في اتناشر ستة، ستة وتسعين. جدول الضرب ستة، هنجمع بقى ستة زائد صفر هي ستة. تسعة واتنين، تسعة واتنين حداشر، واحد ومعانا الواحد، هنحط الواحد على الواحد يبقى اتنين، يبقى 216. اسهل طريقه ممكن نحل بيها خاصيه التوزيع في الضرب. انا هحل معاكم كتاب التدريب الاضواء. لو حد عنده مشكله في عنده تدريبات، عنده مسائل مش عارف يحلها، اكتبها لي في التعليقات وانا هحلها لكم على طول. انا هحل مع واحده مع زياد برده عشان اتاكد ان هو عارفها فاهمها، عشان نشوف ايه الغلطات اللي هو بيقع فيها، وهنحل مع بعض واحده دلوقتي. دلوقتي زياد هيحل معايا، هيستخدم خاصية التوزيع. ثبت الموبايل بس وهيحل دي. أنا أول مرة أشرحها لكم والله على الهوا معايا، عايزة أشوف بقى فهمها دخلت في دماغه ولا لأ، اللي بيتلخبط فيه، ونشوف مع بعض. يلا حل دي، استخدم خاصية التوزيع. التسعة هنكتبها زي ما هي، كبر خطك شوية. والستة هنقسمها مثلا خمسة وواحد. ماشي، اعمل قوسين، اعمل فيه الأول ما تنساش الفيه. فيه قوسين زائد خمسة زائد واحد. تمام. بعد كده هنضرب التسعة الواحد في تسعة تسعة. تمام. وخمسة في تسعة خمسة وأربعين. في خمسة زائد خمسة وأربعين
يساوي نجمعهم بقى، خمسة زائد تسعة يدلنا 14، نكتب الأربعة والواحد على الأربعة التانية يبقى يدلنا خمسة. طب عايزة أتأكد المسألة صح، أعمل إيه؟ أضرب ستة في تسعة فوق، أضرب ستة في تسعة بكام؟ ستة في تسعة 54. يبقى صح ولا غلط؟ صح. هو كده فين؟ الحمد لله. دي قصيدة توزيع في الضرب. استنوني في الخوارزمية المعيارية، الضرب بالطريقة الرأسية. لو حد مستني الفيديو، حد تابع معايا وفهم، يكتب لي في التعليقات، عشان تعليقاتكم دي اللي بتديني الدعم وتخلينا نكمل ان شاء الله مع بعض. وانا هعمل ملخص على كل الدروس اللي فاتت في الرياضه، همسك درس درس هقول لكم الملخص بتاعه بطريقه سهله جدا جدا، هنبسط الرياضه مع بعض ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتخصيص للجرس، عشان بمجرد ما انزل اي فيديو يوصل لكم على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياد التعليميه.